فرحه عارمه لانصار يوفق ستيف بمدينه ستيف عمت بعد التتويج بكاس السوبر، اين حي الانصار اللاعبين والطاقم الفني بعد هذا التتويج. فارس شايب جال في شوارع ستيف ورصد التاليه. وفاق ستيف اقوى بكثير خاصه في التركيبه، دكه الاحتياط ضعيفه وضعيفه جدا لشباب الوزداد، وبالتالي نعتبروه مفاجاه في حد ذاتها. نتيجه 0-0، احنا كنا ننتظر ان تكون النتيجه بالاهداف، لان بكل صراحه وفاق ستيف اقوى بكثير من شباب الوزداد، ونتمنى لهم حظ اوفر في المناسبات القادمه. كما يقولوها بالانجليزيه هارد لك. راني اليوم فرحان، واليوم احسن فريق هو وفاق ستيف، وبالتتويجات دوك حنا هما العالمي، الوفاق العالمي واحسن فريق في الجزائر بالتتويجات. رانا فرحانين وكلنا خلفنا الثار كما يقولوها، داونا لاكوب هانا دينا لهم السوبر. نورمالمون وفاق ستيف هو ميير ايكيب في الجزائر كومبليا، ومبروك علينا خالتي.